صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 9 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه المرحلة الثانية من المشروع بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه صدق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه المرحلة الثانية من المشروع الموقع بتاريخ 7 يوليو 2022 والمرافقة لهذا القانون.